أو هو الشخص الذي يتولى التربية. فيصل التفكير عند بعض الأبناء إلى مرحلة عدم الاستمرار بالحياة. من الممكن أن يقوم الإنسان الذي يتعرض لمثل هذه الضغوط النفسية بتصرف غير محسوب فينهي حياته، لأن والده أو والدته تريد أن تكون سلطانا أكبر من سلطان الله سبحانه وتعالى. حتى رب العالمين عندما يجد عبده يخفق أحيانا في الوصول إلى التصرف الصحيح، فإنه يعطيه فرصة مرة وأخرى، ولا يسجل عليه حتى الخطيئة حتى تمر عليه 7 ساعات. كل ذلك رعاية لضعفه، رعاية لوضعه. ولكن نجد أن بعض الآباء فتضغط على الولد، تضغط على البنت بحجة أنها حريصة عليها، أو أنه حريص عليه أو حريص عليها. الأب مسؤول عن مصير ابنه يوم القيامة، إذا لم يحسن سيكون هو المسؤول، وليس مسؤولا عن نجاحه في الدراسة. لا أقول يتركه يفعل ما يريد، ولكن يعطيه الحق في أن يقوم بما عليه وفق النظرة الإنسانية.